منى هانم. ايه منى؟ حكايه منى ومفيش الا انت يا منى وكله تسمى على اسمك. قولي يا منى. الو الو، اتفضلي يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. بقول لحضرتك انا جوزي. انا ليه؟ استني قبل ما تقولي انا جوزي وانا حمايه، بمناسبه منى، كان في واحدة اسمها منى بتكلمني، فما بقولش انا المنى الا يا منى، يا مون، قولي يا مون كده. اي أيوة والله. فجت اختها كلمتني بعدها شوية قالت لي ايه، انا اخت اللي انت بتقول لها يا مون بسخرية كده. هي اللي كان مزعلها؟ زعلت ليه؟ لا عادي طبعا، عادي. لا طب هي كانت زعلانة ليه لما قالت لي كده؟ مش عارفة والله زعلانة ليه، مش عارفة. يلا زي بعض وما علينا بقى، الله يسامحها. احنا عايزين النهاردة نسامح أكيد ونعفو أكيد. ويتسع صدرنا، بس بالاصول انا مش هعفو على واحد عنده جنيه سرقه ولا جنيه مأخره دينه وهو قادر يسد، شاكيه لربنا وحسجنه، ما عرفش الا كده وكل الناس تعمل زي كده، بصمه. فيش حاجه اسمها عفو، لا، في حاجه اسمها هات اللي عندك ونعفو. يلا يا حبيبتي. ماشي. بقول لحضرتك انا جوزي نايم عليا اليمين طلاق التالت. لهوي. طب قولي الاولاني الاول. الاولاني دوت كنا في عيد كده وحصل بيه. لا ما لناش دعوه بعيد ووفى، من فضلك قولي قال ايه من اللي خرج من بقه. اول طلاق ليا قال لي لو طلعتي من باب البيت تبقي طالق، فانا طلعت. وبعد كده رجعت تاني يعني. قال لك ايه التاني بقى؟ التاني طلاق كان على الورق يعني، طلقني مأذون بقى، والمأذون أيوة. شاف شغله وقال لك هات البطاقه وللشهود. وقال له وقال لك قولي له ابرأتك من كذا وكذا ومن نفقه عدتي ومتعتي فطلقني على ذلك. وقال له جاوبها ورد عليها وقول لها وانت طالق على ذلك. ده حصل؟ ايوه حصل. حصل كده واتطلقت وخدت الورقه بتاعتي. ومعاكوا عيال؟ معايا عيال. معايا عيالي بس يعني معايا كبار، في منهم كبار يعني فاهمين يعني. معاكوا يعني عيال في الجامعه ولا خلصوا؟ نعم؟ عيال في الجامعه ولا خلصوا جامعه؟ لا 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 لا، انا يعني في الجامعه، في واحده منهم في ثالثه السنه دي ان شاء الله، وواحده اولى، وثلاث تانيين لسه مرحله ابتدائي واعدادي. قبل ما اسمع الثالث المنيل البنيله ده، هو انتوا لما قررتوا تروحوا المأذون انت خطفتي عبايه وجريتي على السلم حافيه ولا لبستي وتشيكتي؟ لا 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 طبعا، كان في مشاكل بينا، وبعدين اصلا مشاكل بعاني بيها سنين يعني. قبل المأذون كان ايه الموقف اللي خلانا نروح للمأذون من فضلك؟ الموقف ان انا اصلا مش يعني بسمع عليه يعني، هو بتاع ستات، بيجيب ستات كتير. بتسمعي عليه؟ بتسمعي؟ لا 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 لا، وشفت يعني، وشفت وسمعت كتير يعني، وهو اصلا اعترف بكل حاجه يعني. يبقى ده ما نعيش معاه، انت رايك كده؟ انا اصلا هو بيتعامل معايا كان وحش قوي، ما بيتعاملش. يبقى لازم نفرق بين ان هو بتاع ستات وبين ان هو بيعاملنا وحش. بتاع ستات يبقى بتاع ستات، نو بروبلم. هو بتاع ستات، نو بروبلم، نو بروبلم، هيعذبه ربنا او يغفر له ماليش دعوه، دي حاجه في الرقبه بتاعته. انا براءه، انا قطنه بيضة. هو ابن 66 اخلاقه ويحاسبه ربنا، ولا كفر ولا قال لي انت طالق، هفضل هاتي لما اموت واقول الحكايه دي. الله يحرق المسلسلات والافلام اللي بوظت الدين والدنيا عند الناس، في عقول الناس الخربانه. بيخوني بيخوني بيخوني، بيخون امك، لا خانك ولا خان امك ولا يعرف خيانه، خان ربنا اللي قال له حافظ على فرجك وغض بصرك وقال ابعد عن الزنا. ملوش دعوه بيكي خالص الحكايه، بلا بتاع ستات بلا بتاع كذا. مش انا طول عمري بقول كده؟ ليل ونهار بقول كده؟ افهموا دينكم يا بنت عقلي، انا ما بقولكيش ممكن تكون الدنيا خربانه، بس افهمي، افهمي يا ماما معلومه لله، مش عندك بنت؟ عندي 4 بنات. ربيهم على كده، والا لو اتجوزت واحد وعرفت انه بتاع نسوان انت زوجته ومحترمه وتعيشي ونص، يا كرهاه يغور في داهيه. بس ما تقوليش خاني يا حلوه، خانك ياكل كباب ويأكلك بصارة، يسكن في منطقة راقية ويقعدك في منطقة زبالة، ولو رب قال له في القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم وينفق عليها. الخيانة هنا، إنما ديله مش نظيف على دماغه، أنت مالكيش دعوة. يا خبر اسود،
شريك وفريك وبتاع ستات، انت عايزه انت اللي تبقي مطرطره فوق الدماغ، ما يعرفش غيرك يا ريت، وما يحبش الا انت، اي ويش اي كود، وما يشوفش في الدنيا حريم الا انت. اي هاي 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 ام فيري هابي ام بي هابي اف ذيس اسمها ايه بقى، كان ولا وز ولا ار ولا از. يا اخوانا اعرفوا دينكم، قولي لي الثالثه من فضلك. المهم انا رجعنا تاني يعني عشان بعد المأذون. ايوه الثالثه كان قال لي برضه لو طلعتي من باب البيت ده هتبقي طالق يعني، وطلقت. الثالثه برضه؟ ايوه ده الثالثه. رحتوا لجنه الفتوى ولا لسه؟ انا للاسف اتصلت على مأذون، المأذون اللي هو كان مطلقنا. لا المأذون قال ايه؟ الوكيل بتاعه قال لي لا دي ما تتحسبش طلقه، ده ممكن ساعه غضب بس. هو ممكن اسالك سؤال؟ لا لا سيبك من الغضب، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لحظة ما اتصلت بالمأذون في حوار حصل جواكي ان المأذون ده كاتب وملوش دعوة بالشريعة وممكن يقول لك كلمة على هواكي وانت نفسك تعيشي وتعملي كباب الحلة الكوباستريكي بتاعي، يعني بطاطس وبعدين تحط طماطم وبعدين تحط اللحمة وبعدين تحط الطماطم بعد اللحمة طبعا، وبعدين قبل ما تسيبي شوية تحط بطاطس حتت كبيرة عشان كفاية حتة قوي تكفيكي، نفسك تعيشي انت ها؟ فقلت مأذون، المأذون ده يلا بس ألزقها في دماغه وأعيش. ده حصل؟ ولا كنت جاهلة وحد عرفك ان المأذون ده استاذ شريعة؟ المأذون كاتب في الدولة بيحرر عقد لا يفتي، وانا لا يمكن افتي، وبقول لكم بقالي 20 سنة اللي 3 طلقات يطلع على لجنة الفتوى الصبح. طبعا بكرة العيد وهيعيدوا ويذبحوا الشيخ سيده، فبعد العيد ان شاء الله يروح من 9 لـ3 في جامع الازهر اول اوضة ايدك اليمين لجنة الفتوى تحكلهم الـ3 بلاوي، وهم اللي ياخدوا قرار. عالم لوحده في 3 طلقات يبقى راجل مجرم، لان البيوت مش سهله نحرمها ومش سهله نحللها، وما دام جت الاولى والتانيه، وصدقيني يا حبيبتي لو رحت لجنه الفتوى وقالوا لك يجوز، اعملي حسابك هتطلقي بعد يمكن 3 ساعات او 3 اسابيع او 3 سنين. اللي اتعود لسانه الزفر على انه ان شربت تبقى طالق، ان كلمت تبقى طالق، ده مجرم وراجل بيهزق حدود ربنا. وربنا قال في الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الهزوا اللي هو عليها الطلاق، انت طالق تبقي طالق لو عملتي ده، بيتخذ آيات الله هزوا. اللي ما يتخذهاش هزوا هو اللي ياخد قرار يطلق بهدوء، ولا لغوة ولا غير لغوة. يا بنت الحلال او الحرام حتى هو حر يختار اللقب اللي يريحه. احنا عشتنا مع بعض امبوسيبل، امبوسيبلي بالفرنساوي، كل واحد يروح لحاله بكل آيات الأدب. ليكي مؤخر صلاة ونفقة، اتفضلي يا حبيبتي. أنت طالق يا سماح، وعند المأذون يوثق ويديها الورقة، ويعيشوا كرام محترمين. هيروحوا فايقين ورايقين، ما عادوش أزواج بعض. هيشيلوا من بعض ليه؟ وهيحسوا بندم محترم جدا، كفيل بإنه يدمرهم العمر كله. لان هم خدوا قرار غلط، لان الدنيا عندهم كده كله بيقول انا كاره، والكره زي الفل. اكره بس تعيش. ليك رب في القران، القران اللي بتقراه في رمضان على الشمال في سوره النساء، وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن. اتفكر ان حقول ربنا الف طلقوهن، فإن كرهتموهن هشوقك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم. يعني ممكن جدا تكرهها وتعشرها أحلى معاشرة. مش اكرهها، وهو انت ثقافة مشلشلات يعني مسلسلات. بكرهها يعني مش يعني بحبها بس مش دايب دوب. ادي الكرة، بحبها بس مش دايب فيها دوب. ان شاء الله مع انك دوبت لكن تقبالها قوي، ولو حطيت ايدك عليها مش كأنك حطيت ايدك على كهربا قوي، بس مش دوب فمش لازم. طب ما هو ربنا قال في الجنين حملته امه كرها،
كراهية. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ايه مكفرات الذنوب؟ الإسباغ الوضوء على المكاره، كاره مكاره. وقال في الحديث حفت الجنة بالمكاره. هو أول ما أنا كان فجر تصلي الفجر من أحلى نوم وأنت لسه نايم يا كبدي بقالك ساعة ونص، ده كان عملية حلوة أوي، لا بتقوم بس ما أنتش مكسح. فالكره جميل جدا. إيه اللي مش جميل؟ البغض بعد عنك، الشنقان يا جدع، اللي هو تشوف العمى ولا تشوفه. لكن ما دام تقدر تشوفه أقل من العمى ممكن تعيش معاه. الكل عشان جاهل اكره، يلا شيل ده من ده تحت عنتا بانتا بانتا. فكل الطلقات تودي النار زي كل صلة الأرحام المقطوعة ما هتودي النار من الطرفين. بس نفسي ومنعم.